تعالوا بقى نروح للاجواء الرمضانيه الجميله داخل اروقه النادي الاهلي في فروعه المختلفه. اللجنه العليا للجان في النادي وطبعا تحت اشراف الاداره التنفيذيه نظمت حفله غنائيه لفرقه الحضره للتواشيح والانشاد الديني في فرع النادي في مدينه نصر، والحقيقه الحفله كانت يعني فيها اقبال كبير جدا جدا. الجدير بالذكر ان كانت الحفله الاولى لفرقه الحضره كانت اقيمت في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد يوم الخميس اللي فات، وبرده كانت حفله ناجحه جدا، واقيمت الحفله الثانيه مؤخرا في فرع مدينه نصر، وتختتم الحفلات ان شاء الله يوم الخميس المقبل بمقر النادي بالجزيره. هنتابع مع حضراتكم تقرير نشوف من خلاله ايه اللي حصل في هذه الاحتفاليه الجميله، ونطلع فاصل وبعديها نرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. وانصب الى ناديه ما شئت من شر.